فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة كانت تغتسل من الجنابة لكنها كانت تمسح على رأسها أحيانا لجهل منها، وهذا في خلال مدة شهرين، فما الواجب عليها؟ هذه ما طهرت لأن ما غسلت رأسها، وطهارتها ما تمت، عليها أن تعيد الصلوات مرتبة. لماذا لم تسأل أهل العلم؟ نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.